على بركة الله، أهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي الأعزاء. معكم أخوكم محمد كمال من دولة الإمارات العربية المتحدة. نرحب بكم، لكم أهلا وسهلا في المحاضرة التعريفية لشركة دوبلي العالمية. إيه بقى شركة دوبلي، وإيه الناس اللي عزموكم النهاردة إنكم تخشوا تسمعوا عن شركة دوبلي، وأصحابكم بيكلموكم عن شركة دوبلي، وخشوا اسمعوا محاضرة أونلاين، وسايبين حاجاتنا وسايبين كل حاجة وجايين نقعد نسمع عن شركة دوبلي. قبل ما نتكلم عن شركة دوبلي، خلونا نتكلم عن الوضع العام كده، يعني مش هاخد منكم كتير، نتكلم عن الوضع العام في جميع الدول. احنا كلنا ملاحظين وكلنا عارفين ان 2017 سنة اقتصادية صعبة جدا، وانتوا اكيد ملاحظين كده في كل البلاد، مصر، الامارات، قطر، السعودية، امريكا، في كل حتة في الدنيا الاقتصاد في صورة سيئة جدا. وعشان كده الناس كلها متأكدة، وطبعا احنا وصلنا نص السنة لا حصل فيه زيادة في المرتبات ولا حصل فيه حوافز ولا مكافآت، وكل اسعار من حوالينا زادت جدا جدا، ما عدا حاجة واحدة هي اللي ما زادتش، وهي مرتباتنا. احنا موظفين، انا موظف هنا في مصنع في ابو ظبي، في ناس كتير من حضراتكم موظفين، في ناس مش موظفين، فالموظفين بقوا في حالة يرثى لها، لان قيمة الفلوس قلت. يعني انت لو انت بتاخد 5000 درهم في الشهر، هم فعلا بقوا 3000 درهم، فقيمة الفلوس قلت. فالناس كلها بقت بتعمل ايه؟ الناس كلها بقت عايزة بتشتري الضروري جدا، الناس عايزة توفر على قد ما تقدر من مصاريفها اليومية. يقول لك لا لا لا، احنا مش لازم نتفسح، احنا مش لازم نطلع، خلينا مكفيين، خلينا بس نقضي الاكل والشرب لغاية اخر الشهر. فالناس كلها بقت تدور ازاي توفر. والنقطة التانية، الناس كلها بقت تدور على مصدر دخل اضافي. اي فرصة، اي مصدر دخل يجيب لنا فلوس تقدر تسندنا في حياتنا، لان الوضع الحالي ما بقاش مكفي اصلا. فعشان كده ده السبب اللي خلى كتير مننا يجوا النهاردة يسمعوا، لان احنا بنتكلم على فرصة شغل جميلة جدا، فرصة حقيقية تقدر تعمل لنا الحاجتين دول، تقدر تخلينا نوفر من مشترياتنا، والنقطة التانية تقدر تأمن لنا مصدر دخل إضافي. طيب إزاي؟ لأن شركة دوبلي لما بدأت في الشغل اعتمدت على حقائق في الحياة ما بتتغيرش. إيه هي؟ أول حاجة إن العالم كله مش هيتوقف عن الشراء والتسوق. صح، كلنا متفقين على كده، ان الناس كلها مش هتبطل انها تتسوق، مش هتبطل انها تشتري. مش معنى ان انا بتسوق بشتري لازم انزل اشتري اعمل شوبينج ب1000 ب2000، لا، معنى ان انا بشتري ان انا بجيب اي حاجه لازماني، ان شاء الله بجيب كيلو لبن، ان شاء الله بجيب ازازه ميه بدرهم خبز، بشتري سياره، بشتري فيلا، كل ده انواع من الشراء والتسوق، والناس مش هتتبطل تعمل شراء وتسوق يوميا. النقطة الثانية إن المستقبل للتسوق الإلكتروني أو التسوق عبر النت هو الحقيقة مش المستقبل، هو الوضع الحالي. الناس كلها بتتسوق من على النت. ليه؟ لأنه أرخص. المحلات اللي موجودة على النت ما عندهاش التكلفة الإضافية للمحلات اللي موجودة بره. ما عندهاش إيجار محل، ما عندهاش مرتبات موظفين، ما عندهاش مية، كهرباء، عمالة، تأمينات، كل الحاجات دي كلها مش موجودة. فالمحلات اللي على النت أرخص من المحلات اللي بره، أسرع. إيه اللي يخليني ألف من مول لمول ومحل في محل عشان أشتري حاجة، برفان ولا نظارة ولا موبايل، وأنا في خلال 5 دقايق أقدر من على موبايلي، من على اللابتوب بتاعي، أخش أدور في أي مكان في العالم وأجيب المنتج الأصلي اللي أنا عايزه ويوصلني لغاية باب بيتي. يبقى وفرت وقت، مجهود، وصل لي المنتج الأصلي لغاية نفسي، وفرت فلوس. والنقطة الثالثة إن التجارة الإلكترونية والتسوق الإلكتروني كل يوم في نمو كبير وسريع جدا جدا، وده كلكم تلاحظوه على مواقع التواصل الاجتماعي. كلكم عندكم حسابات فيسبوك، بتلاقوا الناس عاملة تعمل إيه؟ الناس شغالة تبيع وتشتري من أي حاجة، كله يبيع ويشتري، بقى التجارة.
الحكومات نفسها بقت حكومات إلكترونية. محلات كبيرة في جميع أنحاء العالم قفلت المحلات بتاعتها واكتفت بالمحلات الأونلاين أو الموقع الأونلاين عشان الناس كلها بتيجي عليه. واللي يثبت الكلام ده المقال ده اللي اتنشر من 6 سنين على جريدة الاتحاد هنا في الإمارات، بيقول إن الإمارات تسجل أعلى معدل للتسوق عبر الإنترنت في الشرق الأوسط. الكلام ده من 6 سنين يا جماعة، فما بالكم دلوقتي؟ الناس كلها بقت بتدور على النت، مش عشان احنا في الامارات الناس تقول لك انتوا معاكوا فلوس واغنياء، لا، الناس بقت واعيه، الناس بقت ازاي توفر من مشترياتها، ازاي تجيب الحاجه الرخيصه، ليه ادفع اكتر ما دام اقدر ادفع اقل. والاثبات على كده الاحصائيه الجميله دي من موقع اسمه اي ماركتر، موقع متخصص في الاحصائيات الاقتصاديه، جمع حجم انفاق الناس في على مجار على في مجال التجارة الإلكترونية والتسوق الإلكتروني من سنة 2012 ل 2017 في جميع أنحاء العالم. لأن إن في 2012 الناس صرفت تريليون دولار، يعني 1000 مليار دولار على التسوق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية. ده في 2012 من 5 سنين، وكل سنة بيزيد بيزيد، وصلنا 2016 2 تريليون دولار، وهنوصل 2017 بإذن الله رغم إن الصعوبات والنمو الاقتصادي والتباطؤ الاقتصادي العالمي، إن إحنا هنوصل 2 تريليون و300 مليار، يعني 2300 مليار دولار. دي مبيعات ومشاركات الناس في التجارة الإلكترونية. الأرقام دي بتمثل ميزانيات دول عظمى، مش دول صغيرة. بس انتوا عارفين كل الأرقام دي والمبالغ المهولة دي احنا لينا نصيب فيها، لأن دي مشاركتنا احنا في التجارة الإلكترونية العالمية. يعني كل واحد فينا ليه نصيب وليه حصة هنا. فإيه رأيكم لو احنا نسأل سؤال بسيط لو يجي في دماغنا، لو اقدر اخد جزء من المبلغ ده، عايز تاخد نسبة من المبلغ ده، عايز تاخد حصتك واكتر شوية من اللي انت دفعته في التجارة الالكترونية؟ ده هيتم عن طريق ايه؟ عن طريق شركة دوبلي اللي هي اكبر بوابة تسوق الكترونية في العالم، مع مبدأ تنفرد بيه دوبلي وهو الاسترداد النقدي او الكاش باك. بنسمع كتير قوي الايام دي عن كلمة كاش باك كاش باك كاش باك. ايه الكاش باك ده؟ الكاش باك يعني انا بروح اشتري حاجة بدفع مثلا 100 درهم بيرجع لي منها 10 درهم. بقى اسلوب جذب عالمي للمتسوقين. ازاي اقدر اجيب ناس؟ يقول لك استخدم الكريدت كارد بتاع البنك الفلاني وخد 10% كاش باك، استخدم الكريدت كارد وخد 5% كاش باك، روح اشتري بقيمة 500 درهم وخد 5 درهم وخد 50 درهم باوتشر كاش باك. بقى طريقة جذب عالمية عشان اقدر اجيب متسوقين واقدر اجيب زباين يخشوا يتسوقوا من عندي. طيب الكاش باك بتاع دوبلي ده بيشتغل ازاي؟ ولنفرض انا هو كمتسوق طول عمري بعمل مشترياتي على الاونلاين من المحلات اونلاين، بعمل ايه؟ بحجز تذاكر طيراني، بحجز الفنادق بتاعتي، بشتري برفانات، مكياجات، بنشتري نظارات، شوز، اي حاجه. تمام؟ ولنفترض انا هشتري شوز من نايكي او من اديداس. بما ان اديداس من ضمن المحلات المشاركه تحت شركه دوبلي، فاديداس بقى بيعمل ايه؟ بيدفع عموله لدوبلي لما بشتري من اديداس. ليه؟ لان شركه دوبلي راحت لاديداس قالت لهم ايه رايكم؟ انا عندي فكره ازود لكم ارباحكم ومبيعاتكم في العالم. ازاي؟ احنا كشركه دوبلي عندنا اكتر من 350 مليون متسوق مسجلين تحت شركه دوبلي في جميع انحاء العالم. لما نحط الموقع بتاعكم بتاع اديداس قدام الناس دي كلها ويقدروا يبداوا يشتروا منكم، يبقى انتوا كده زودتكم مبيعاتكم وارباحكم، صح؟ طب انتوا كشركه اديداس مش عندكم ميزانيه سنويه للدعايه والاعلان؟ ايوه مظبوط. طب احنا بقى هناخد جزء من الميزانيه دي في صوره عموله هتدفعوها لنا لما نجيب لكم متسوقين يشتروا من خلالكم، لو ما جبناش متسوقين ما بتدفعوا لناش العموله. حلو،
فير فير انف، 100 100. يبقى كده اديداس مش خسران حاجه، اديداس بيدفع العموله لما الناس بتشتري منه، لكن لو الناس ما اشترتش منه ما بيدفعش حاجه لدوبلي. جميل. العموله دي بقى دوبلي بتعمل فيها ايه؟ بتقسمها لثلاث اقسام. القسم الاول والاكبر بيرجع في صوره كاش باك للمتسوق نفسه، بيرجع لي انا، يعني انا طول عمري كنت بشتري من اديداس بس من بره دوبليك باخد احسن سعر، باخد ديسكاونت اديداس عامله وكل حاجه تمام على كده. لكن انا دخلت من خلال دوبلي، ودوبلي وداني للموقع الاصلي بتاع اديداس، لان دوبلي انا ما بشتريش حاجه من دوبلي، دوبلي بوابة إلكترونية بتوديني للمكان اللي أنا عايز أشتري منه. رحت الأديداس اشتريت، خدت أحسن حاجة وخدت كاش باك كمان، رجع لي كمان فلوس وفرت أكتر. فأنا كده تلقائيا كل مرة هروح أشتري هروح أشتري من خلال دوبلي. الجزء الثاني بيرجع للبيزنس أسوشيت، أو اللي هم شركاء او اعضاء في شركه دوبلي، اللي هم زي انا وزي كتير من حضراتكم معانا ان شاء الله، وان شاء الله كل الاعضاء الجداد، اللي هو هدفنا الاصلي نزود عدد المتسوقين المسجلين تحت شركه دوبلي في جميع انحاء العالم، ودوبلي بتدينا بونص وحوافز ومكافآت عشان الموضوع ده. الجزء الثالث بيرجع ارباح لشركه دوبلي. حلو الموضوع. طيب قبل ما نشرحه بالتفصيل خلينا نشوف ايه هي شركة دوبلي. شركة دوبلي شركة امريكية اتأسست سنة 2003، المقر الرئيسي ليها في سياتل في امريكا، ليها اكتر من 10 مكاتب اقليمية، سنغافورة، نيو دلهي، دبي، المانيا، امريكا، البرازيل، مؤخرا في المغرب، في السعودية، في السودان، في اليابان، وكل يوم دوبلي ما شاء الله عمالة تتوسع. طيب دوبلي مسجلة تحت الشركة الأم اسمها أومنتو. إيه هي أومنتو؟ أومنتو شركة أمريكية مسجلة في النازداك. إيه هي النازداك؟ النازداك البورصة الأمريكية، سوق المال الأمريكي، أكبر بورصة أمريكية في أكبر بورصة في العالم، اللي بيخش فيها الشركات اللي هي أعلى شركات وأكبر شركات في العالم، مايكروسوفت، أبل، جوجل، فيسبوك، ياهو، سامسونج، كل الشركات دي مسجلة في النازداك. ويوم 21 مارس 2017 كان دخول شركة اومنتو لايف في النازداك. ادي الرمز بتاع اومنتو، او ام ان تي، الناس تقدر تروح تشتري من اسهم من اومنتو من اي بنك في العالم. جميل جدا، يعني حاجة احنا في شركة عملاقة ما شاء الله علينا. تمام، نشوف برضو الناس اللي أسسوا الشركة، أعضاء مجلس الإدارة. مستر مايكل هانسون مؤسس الشركة والسي او حاليا بتاع شركة أومنتو. مستر مايكل هانسون راجل ملياردير عنده خبرة أكتر من 20 سنة في مجال التسويق والمبيعات وشبكات التسويق، ولما جه يفكر في دوبلي قال أنا عايز أعمل حاجة تساعد الناس إنها توفر فلوس من أسلوب حياتها اليومي، من اللي هم بيعملوه. بتعملوا ايه؟ بتعملوا شوبينج، مشتريات، هنخليكم توفروا فلوس من مشترياتكم، وكمان هنديكم فرصه ان انتوا تعملوا فلوس من مشتريات الناس اللي حواليكم. وطبعا الافكار بتاعت مستر مايكل هانسون فكره كبيره ما يقدرش يعملها بنفسه او لوحده، فجاب معاه ناس عمالقه في مجال التسويق والشبكات والدعايه والماركتنج، وكانوا شغالين في اكبر شركات في العالم عشان ينضموا لشركه دوبلي، عشان ياسسوا قاعده قويه لشركه دوبلي. والكلام ده تقدروا تلاقوه على جوجل، على اليوتيوب، هتلاقوا لو عملتوا بحث عن دوبلي وبيتكلموا عن اللقاءات اللي اتعملت، اتكلمت مع مستر مايكل هانسون عن دوبلي وعن الطفرة اللي عملتها دوبلي في مجال التسوق الاونلاين، لان دوبلي مش البوابة الوحيدة اللي الناس بتشتري منها، لكن دوبلي البوابة الوحيدة اللي بتدينا كاش باك عالمي من جميع انحاء العالم. تقدروا تشوفوا اهو لقاءات اتعملت مع كيتي ايرلاند، مع دونالد ترامب اللي هو ابن ترامب رئيس امريكا، وكيتي ايرلاند، وبرامج كتيرة اتعملت مع مستر مايكل هانسون اتكلمت فيها عن دوبلي وعن ما شاء الله التطور اللي بتعمله شركة دوبلي. طيب ايه بقى مميزات التسوق من خلال شركة دوبلي؟ اولا عندي كاش باك بيوصل ل 30%، عندي اكتر من 12 الف ستور
في جميع أنحاء العالم مسجلين تحت شركة دوبلي. جوه المحلات دي عندنا أكتر من مليار و200 مليون منتج، نقدر نختار المنتجات اللي احنا عايزينها. عندنا كوبونات وتخفيضات حصريا لأعضاء أو متسوقين دوبلي، وده يا جماعة جزء من اللي عندنا في دوبلي. شايفين؟ أكبر شركات في العالم موجودة معانا هنا. أطلانتس، الاتحاد، الإمارات، فلاي دبي، قطر، بوما، نايكي، أديداس، مايكروسوفت، نورتون، جروبون، نمشي، لينوفو، وول مارت، سامسونج، كل ما تتخيلوه موجود هنا وأكتر وأكتر. وإحنا قلنا دي حاجات بسيطة، موجود، ما أقدرش أحط اللوجوهات كلها في سلايد واحدة. وكل محل وكل ستور بيرجع نسبة كاش باك على حسب الاتفاق اللي تم بينه وما بين دول. وافتكروا حاجة يا جماعة، ان احنا بنشتري من المحلات اللي احنا عايزينه. انا كده كده رايح اشتري من المحل اللي انا عايزه، وفي الاخر بيرجع لي نسبة كاش باك على حسب النسبة اللي محددها المحل. جميل. ازاي باخد الكاش باك بتاعي؟ الشخص اللي عزمكم النهاردة على البرزنتيشن او المحاضرة دي، روحوا اطلبوا منه اللينك بتاعه، سجلوا متسوقين تحت اللينك بتاعه، خشوا على الموقع بتاع دوبلي، اتسوق، اختاروا المحل اللي انتوا عايزينه، اعملوا الاوردر بتاعكم وخدوا كاش باك في الحساب بتاعكم في دوبلي. مثال، ده الموقع بتاع دوبلي، تمام؟ لو جينا عملنا تسوق حسب الفئة، بيفتح لي هنا الفئات. لو انا بدور على الرحلات الجوية واسعار التذاكر، دوست عليها طلع لي الرحلات دي وايه اللي موجود. مثلا الامارات، قطر، الاتحاد. لو انا رحت على طيران الامارات، دوست عليه، انت على وشك ربح استرداد نقديه، تفضل بزياره emirates.com، دوست عليها وداني للموقع الاصلي بتاع طيران الامارات. يعني انا ما بشتريش حاجه من دوبلي، دوبلي ودتني للموقع الاصلي بتاع طيران الامارات، هعمل دخول، تسجيل دخول، اخد الاميال بتاعتي، اخد كل حاجه، والمبلغ النهائي اللي انا بدفعه ده اللي باخد عليه كاش باك. ازاي؟ ده بخش هنا على حسابي في دوبلي، نظرة عامة عن الاستردادات النقدية، بخش هنا بشوف الاسترداد النقدية المتوفرة المعلقة وازاي اخد الفلوس دي. وعلى فكرة يا جماعة، ده الحساب بتاعي انا الشخصي، انا عندي 133 دولار متوفر وعندي 100 دولار معلق، وفي لسه اكتر واكتر جاي ان شاء الله. اهو هنا كيمو، ده النيك نيم بتاعي، تمام؟ طيب احنا النهاردة بنتكلم في دوبلي، قلنا دوبلي بتدينا فرصتين، ازاي نوفر فلوس وازاي نعمل فلوس؟ عايزين اي واحده فيهم؟ لو انا سالتكم السؤال ده، طبعا الاجابه المنطقيه هتقول ان احنا عايزين الاثنين. جميل جدا. طب النهارده بقى هنتكلم الاول على التوفير، بنوفر من مشترياتنا احنا الشخصيه. فالنهارده لما باجي بقول دوبلي قالت انا عندي نوعين من المتسوقين، متسوق ذكي ومتسوق أذكى. المتسوق الذكي ده بقى اللي هو ذكي جدا وعايز يوفر فلوس، وتيجي تقول له تعالى اشترك معايا في دوبلي وادفع، يقول لك بس انا ما بدفعش، انا راجل ذكي ما بطلعش فلوس من جيبي. فعشان النوع دول من الناس، دوبلي عملت حساب مجاني، حساب متسوقين مجاني، ما بتدفعش ولا وليم، ما فيش اشتراك، اشتراك مجاني مدى الحياة. بتخش تتسوق، تسجل حساب على دوبلي، تحط اليوزر نيم، تحط باسورد، بقيت متسوق مجاني مدى الحياة، اتسوق وخد كاش باك. وفر من كل مشترياتك. عمركم شفتوا شركة بتدي فلوس ببلاش؟ اهي دوبلي بتدي فلوس ببلاش. بس بقى في عندنا، قلنا النوع التاني المتسوقين، المتسوق الأذكى اللي هو عايز يوفر أكتر. اللي عايز يوفر اكتر ده دوبلي عملت له حساب مخصوص عشان يوفر اكتر. حساب اسمه ايه؟ اسمه الفي اي بي، شخص مهم جدا. ايه بقى حساب الفي اي بي ده؟ ده عضويه سنويه قيمتها 99 دولار في السنه، يعني بنتكلم على 360 درهم في السنه، يعني درهم في اليوم. حلو؟ حلو. ايه اللي يخليني ادفع 360 درهم يعني؟ ما انت بتقول لي في حساب عندي ببلاش، ايه اللي يخليني اروح ابو فلوس؟ عشان اكيد ليه مميزات. ايه المميزات؟ اول ميزه باخد 2% كاش باك زياده فوق نسبه الفري. يعني انا لو رايح احجز على طيران الاتحاد
وطيران الاتحاد هيديني 5% وانا فري، لو انا في اي بي هاخد 7%، فده توفير اكتر. جميل. وايه تاني؟ انا شخص في اي بي، دوبلي لازم تعاملني كفي اي بي، فدوبلي عملت اتفاقيه مع بنك اسمه بايونير ان الاعضاء الفي اي بي بيطلع لهم دوبلي ديبت ماستر كارد. ماستر كارد طالع من دوبلي، الاعضاء الفي اي بي بس يقدروا يحولوا عليه الكاش باك بتاعهم اللي هنا اللي في حسابهم في دوبلي على الماستر كارد، ويقدروا يسحبوه من اي اي تي ام ماشين في العالم عليها علامة الماستر كارد، او يستخدموه في التسوق اونلاين او اوفلاين. وده الحلو عندنا في دوبلي، ان الكاش باك اللي بيرجع لنا بيرجع لنا فلوس وبس، مش اميال، مش نقط، مش كريدت، مش حاجة ما احنا مش شايفينها، لا بيرجع لنا فلوس، والطريقة الوحيدة ان احنا ناخدها كفلوس وبس. بس كده؟ لا ازاي، ده احنا عندنا بقى حاجة تانية، حاجة اسمها الفي اي بي لونج، صالة الفي اي بي، زي ما بتروح المطار يقول لك البيزنس كلاس لونج، صالة البيزنس كلاس، لا احنا عندنا صالة الفي اي بي للاعضاء الفي اي بي، بس ليهم مميزات غير محدودة. زي ايه؟ زي بتخش جوه على صالة الفي اي بي تلاقي محرك بحث اسمه دوبلي ترافل، سفريات دوبلي، بيدينا خصم بيوصل لنسبة 60% على اسعار الفنادق، بالاضافة لستة في المية كاش باك. بجد؟ ازاي؟ يعني انا لو رحت دوست على احجز الان يطلع لي صفحة، مثلا كنت دورت على دبي، كان تاريخ 14/5 تشيك ان، 15/5 تشيك اوت، دورت هنا في دبي لقيت فندق الميدان 5 نجوم، سعر الليلة العادية 780 درهم، لا سعر دوبلي لينا احنا كفي اي بي 595 درهم، يعني وفرت 185 درهم في الليلة، ده عشان انا عضو في اي بي. موفن بيك هوتيل 5 نجوم في الجميرة، السعر العادي 649، سعر دوبلي 422، يعني 227 درهم في الليل، يعني في ليلتين بس جبت حق العضوية الفي اي بي، واقدر سنة كاملة اتمتع بكل مميزات. الناس هتقول ما هو ده الاسعار دي مش موجودة، الاسعار دي ارخص اسعار في السوق، وتقدروا تقارنوا ما بين الموقع ده وما بين المواقع التانية، وزي ما احنا عملنا. بس كده؟ لا، ده احنا عندنا كمان حاجات تانية، عندنا فوتشرات طيران، فوتشر طيران بيدينا خصم 10% عن فوتشر، فوتشر ب 500 دولار، ب 200 دولار، ب 100 دولار، ب 50 دولار، ب 25 دولار. باجي اشتري الفوتشر بتاع ابو 500 دولار ده بشتريه ب 450، يعني خدت 10%، وباجي بستخدمه في حجز الطيران بقيمة 500 دولار، والباقي بدفعه بكمله من عندي وباخد عليه كاش باك. عندي عروض في كندا وأمريكا توفر لنا تخفيضات كبيرة على المطاعم وعلى المحلات، عندنا عروض على أباقات الأنشطة ومدن الملاهي في أكتر من مكان ومدينة في العالم، ليجولاند، ديزني لاند، ووتر بارك، حاجات كتير في جميع انحاء العالم. عندنا كتاب الانترتينر للناس اللي تسمع عنه، اللي هو اشتري حاجة ادفع، يعني اشتري واحد وخد واحد مجانا في امريكا، في بتاع ده، في الكتاب ده مشهور جدا في دول الخليج، في مصر، في سنغافورة، في هونج كونج، كلنا، انا شخصيا الكتاب ده بشتري منه نسختين سنويا، دلوقتي بيبقى عندي نسخة ب20 او ب40، النسخة ب20 دولار بتديني 360 عرض، النسخة اللي ب40 دولار بتديني 1440 عرض، وكل شوية حاجات كتيرة بتضاف كتير جدا على الفي اي بي. يعني انت لو شفت اجمالا قيمة الفي اي بي، احنا بنتكلم مش 100 دولار، احنا بنتكلم يمكن بتاع 2000-3000 دولار اللي انت تقدر تستفيده من العضويات الفي اي بي.
طيب لو جينا بقى نسأل ازاي ناخد الكاش باك بتاعنا؟ الكاش باك بتاعنا على حسب الدول، بس الكاش باك العالمي بنقدر ناخده يا اما عن طريق نحول الفلوس لدوبلي ديبت ماستر كارد، واحنا كلنا اعضاء في اي بي ان شاء الله يبقى عندنا الماستر كارد ده، او نحوله لبطاقه باي بال، ودي بطاقه الناس بتستخدمها في التسوق اونلاين. في امريكا ليهم طرق شبكات تانية، وفي الهند ليهم شبكات تانية. تمام؟ طب ايه رايكم في العضويه في اي بي؟ طبعا عضويه رهيبه جدا، هتوفر لنا كتير جدا جدا من مشترياتنا. ودايما افتكروا حاجه، ان احنا بنشتري اللي احنا محتاجينه من المكان اللي احنا عارفينه في الوقت اللي احنا عايزينه. مفيش حد بيجبر علينا ان احنا نشتري حاجه احنا مش عايزينها. جميل، حلوه فرصه التوفير دي، فرصة جميلة جدا وفرنا كتير. نيجي بقى نتكلم على فرصة البيزنس، الدخل الإضافي اللي قلنا كل واحد بيفكر في باك اب بلان، خطة احتياطية، حاجة تسنده على مصاريف الحياة. النهاردة لو فرضا أنا حبيت أكون وكيل لشركة عالمية، عايز أشتغل، عايز أعمل بيزنس كويس، فأنا هكون وكيل لشركة عالمية عشان برضو الناس تبقى واثقة فيا. جميل جدا. انا مثلا معايا موبايل سامسونج، رحت لشركه سامسونج، يا سامسونج انا عايز ابقى وكيلكم في الامارات. اوكي يا محمد مفيش مشكله، روح اجر لك محل، ظبط امورك. تمام، واحنا لينا شروط. ايه الشروط؟ اول حاجه انك بتمضي عقد بيننا وبينك انك تبقى وكيلنا في الامارات، وان العقد ده عشان انت وكيل بتدفع لنا سنويا مصاريف تجديد الوكاله. تمام. النقطة الثانية، بما انك وكيل لسامسونج فانت هتبيع حاجات سامسونج، هتوزع حاجات سامسونج، فانت بتشتري مننا بالجملة منتجات من منتجات سامسونج وبتبيعها بالقطاعي عشان تاخد الربح بتاعك. النقطة الثالثة، بتكون وكيل حصري في المكان اللي انت فيه. صح، وده مبدأ الوكالات، تقدروا تسألوا اي وكيل في العالم. طيب لما نيجي بقى نتكلم ان دوبلي ادتنا فرصة ان احنا نكون وكلاء لدوبلي، بس مش في البلاد اللي احنا فيها، في اي مكان في العالم، امريكا، انجلترا، فرنسا، الامارات، مصر، قطر، السعودية، اي مكان في العالم نقدر نشتغل فيه من دوبلي، ونقدر نعمل شبكات لينا دوبلي، ونبقى وكلاء لدوبلي في جميع انحاء العالم. جميل. انا عشان اكون وكيل لشركة سامسونج هدفع قد ايه؟ هدفع كتير جدا. طب عشان اكون وكيل لدوبلي ازاي؟ ولا هدفع ايه؟ دوبلي قالت لنا عندنا طريقتين ان احنا نبقى وكلاء لدوبلي. اول طريقه باقه اسمها باقه التيم ممبر. ايه باقه التيم ممبر دي؟ دي باقه فيها رخصه الوكاله انك تبقى وكيل لدوبلي، انك تعمل برزنتيشن زي ما انا بعمل برزنتيشن لدوبلي، بعمل تسويق لدوبلي، اقدر استلم فلوس وعمولات من دوبلي. والرخصة دي بتكلفني $99 مرة واحدة في العمر، مش كل سنة بدفع $99، لكن عندي مصاريف تجديد الوكالة والصيانة للموقع بتبقى $39 كل سنة. جميل. والرخصة دي القيمة دي بتختلف من بلد لأخرى على حسب البلاد اللي فيها وكيل. البلاد اللي فيها وكيل الرخصة دي بتبقى $124، البلاد اللي ما فيهاش وكيل بتبقى $99. جميل، حلو. تاني حاجة دوبلي سامسونج قالت لي ايه؟ بتشتري بالجملة يا محمد منتجات سامسونج وبتبيعها بالقطاعي. فدوبلي قالت لي نفس الحكاية، محمد بتشتري بالجملة منتجات دوبلي وبتبيعها بالقطاعي. طب ايه هي منتجات دوبلي؟ احنا اتفقنا ان دوبلي ما عندوش منتج، دوبلي بوابة الكترونية بتودينا للمكان اللي احنا عايزينه، لكن دوبلي عندها خدمة بتقدمها للناس عشان توفر أكتر، اللي هي العضويات الفي أي بي. هو ده المنتج الوحيد بتاع دوبلي، الفي أي بي لونج أو العضويات الفي أي بي. فدوبلي بتقول لي محمد بتشتري بالجملة 6 عضويات في أي بي وبتدفع حق 5 بس وبتاخد 1 مجانا. حلو، يعني أدي $100 مجانا. وبتاخد حاجة اسمها أكاديمية دوبلي. إيه أكاديمية دوبلي دي؟ دي 4 كورسات اونلاين من واحده من اكبر مؤسسات التدريب في امريكا اسمها بيج ال اكاديمي او مؤسسه بيج ال، متخصصين في مجال القياده، في مجال الليدرشيب، البرزنتيشن،
تطوير الذات، الحاجات التدريبات الشخصية. بناخد 4 كورسات، كل كورس من دول لو رحنا خدناه من بيك آل ب 250 دولار، يعني ال4 كورسات ب 1000 دولار. بنخش نحضر الكورس اونلاين، بنمتحن اونلاين، بنخلص ال4 كورسات، بناخد الشهادة ان احنا معانا 4 كورسات من بيج آل، وما بندفعش ولا مليم، لان دي هدية من دوبلي لجميع اعضاء دوبلي عشان نكون وكلاء محترفين من شركة دوبلي. يعني 4 كورسات المفروض ب 1000 دولار خدناهم ببلاش. يعني انا لو جيت بصيت على القيمه الاجماليه للباقه دي، بتكلم على حوالي قرب ال 1700 دولار، لكن كل اللي انا بدفعه كام؟ 594 دولار، اللي هم 99 زائد 495، وبقيت وكيل لشركه دوبلي. طيب انت قلت ان في طريقه تانية. ايوه، الطريقه التانية بقى دي للناس اللي عايزه تعمل بيزنس كبير وبيزنس على شغل احترافي جامد. اسمها ايه؟ اسمها الباقه الشامله، او البي بي اي، بارتنر بروجرام اكسلريتور. والباقه دي اللي بتخلينا نقدر نسجل شركات جوه دوبلي. ازاي؟ ازاي دي هوريها لكم بعد دقيقه، بس خلونا نشوف الباقه دي فيها ايه. اولا فيها رخصه الوكاله اللي بقيمه 99 دولار، دي المره دي بتاخدها مجانا ما بتدفعهاش. وبتاخد المره دي، بما انك راجل داخل يعمل بيزنس على شكل كبير، فانت ما بتدفعش او ما بتشتريش 6 عضويات في اي بي، بتشتري 30 عضويه في اي بي، بتدفع حق 25 وبتاخد 5 مجانا. وعندك برنامج اكاديمي تدريب للتعامل مع الشركات اسمه بي اس بي ريورد، ده بقيمه 1000 دولار بتاخده مجانا. وال4 كورسات بتوع بيج ال اكاديمي اللي بقيمه 1000 دولار بتاخدهم مجانا. وعندي صفحات جذب الزبائن عشان تقدر تجيب متسوقين من وسائل التواصل الاجتماعي بتاعك، والصفحات دي بتساعدك انك تبيع العضويات بتوعك ال 30 دول. الصفحات دي ب 400 دولار في السنه، لكن بما انك بي بي اي فبتاخدها مجانا. كل حاجه بتاخدها مجانا في الباقه دي. ولو حسبت انك بالقيمه الاجماليه للباقه دي بكام؟ نتكلم على حوالي اكتر من 5400 دولار، لكن كل اللي احنا بندفعه 25 في 99، يعني 2475 دولار. طبعا الناس شافت المبلغ اتخضت، لا 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 لا، ده احنا لو فكرنا ندخل هندخل بالباقه الاولانيه لكن مش هنخش الثانيه. انت عارف الدولار بكام؟ عايزنا ندفع 2500 دولار. طب الاول هنشوف الاستفاده من الباقه دي ايه، وبعد كده انتوا تقرروا المبلغ ده يستاهل ولا لا. الشركات ازاي؟ احنا قلنا الباقه دي اللي بتخلينا نسجل شركات معانا في دوبلي وشركاء معانا. ازاي؟ عندنا الشركات بتيجي تشتري الموقع بتاع دوبلي وتحط اللوجو بتاعها وتشيل اللوجو بتاع دوبلي، يبقى الشركات بقى عندها موقع التسوق الالكتروني بتاعها في جميع انحاء العالم. طب ازاي؟ ورينا كده. شايفين يا جماعه ده الموقع بتاع دوبلي، هادي هنا دوبلي وادي هنا المحلات. بصوا كويس على الصفحه اللي جايه، كاش باك اريبيا. ايه كاش باك اريبيا دي؟ ده موقع التسوق بتاع شركه اتصالات الاماراتيه. شركه اتصالات قالت احنا مش بس هناخد فلوس الناس لما يتكلموا في التليفون، لا، هناخد فلوسهم من كل ما يشتروا اي حاجه. فشركه اتصالات عملت ايه؟ راحت اشترت الموقع بتاع دوبلي، شارت اللوجو بتاع دوبلي، حطت اللوجو بتاعها، وبقت بتجيب متسوقين من عملاء اتصالات. ايه الفايده؟ الفايده ان لو فرضا ان شركه اتصالات عندها 10000 متسوق مجانا تحت منها، وكل واحد فيهم رجع له 150 دولار كاش باك في السنه، اتصالات هيرجع لها 30% من الكاش باك، يعني 45 دولار في 10000، يبقى اتصالات رجع لها 450 ألف دولار من متسوقين تحت اتصالات، وهي من غير ما تعمل أي حاجة، حوالي 2 مليون درهم أو مليون ونص درهم. طب أنا الشخص بقى اللي اتكلمت مع اتصالات وأقنعتهم ما بيطلعليش حاجة؟ لا، بيطلع لي 10% من الكاش باك، 15 دولار في 10000، رجع لي 150 ألف دولار
في السنة من ناس أنا ما أعرفهمش، من ناس عايشين حياتهم بيتسوقوا بيرجع لهم كاش باك، وأنا بيرجع لي 10% منهم. طب إيه الشركات اللي ممكن تعمل الموضوع ده؟ البنوك، النوادي الرياضية، المنظمات الخيرية. لما تروح لبنك وتقول له ده أنا عندي فرصة تزود لك أرباحك دخلك للبنك، هو أنت البنك بيعتمد على إيه؟ البنوك بتعتمد على القروض والتمويلات الشخصية والكريدت كارد، ودلوقتي محدش بقى بيدفع أي حاجة. فلما تروح تشرح للبنك الموضوع ده تقول لهم هنعمل برنامج ولاء للعملاء بتوعنا، تمام، ونتسوق ونحن عندنا كده كده الداتا بيز بتاع عملائنا كلهم، ونخلي البنك يسجل العملاء ونبعت لهم رسائل لكل عملائنا، ويبقى عندنا مول التسوق الإلكتروني بتاعنا، والبنك ياخد 30% من الكاش باك بتاع كل عميل. فطبعا فرص الربح هنا حاجة في الخيال، فهل يستاهل ان احنا ندفع 2500 دولار ولا لا؟ الإجابة لحضراتكم. جوه الموقع بتاعك بتاع دوبلي بتلاقي ادوات تسويق جميله جدا، بروشورات، لوجوهات، بانرات، برزنتيشن، حاجات كتيره بتساعدنا ان احنا نسوق ونعمل تسويق لشركه دوبلي. واهم حاجه التيم وورك، احنا بنشتغل كلنا تيم وورك، فاحنا عندنا ما عندناش هنا كلمه انا، عندنا احنا كلنا بنشتغل مع بعض. ودي الاربع كورسات بتاعت بيج ال اكاديمي، سهله جدا وجميله وبسيطه، وان شاء الله في التدريبات هنوريكم تاخدوها ازاي. طرق جني الارباح، عندنا ثلاث طرق. الاول بعمل قاعده متسوقين، الطريقه الثانيه بجيب شركاء في العمل، الطريقه الثالثه بجيب شركات ودي حصريا للبي بي اي. عندي ثمان طرق من طرق الدخل، بشتغل على اثنين منهم والباقي بيجي اوتوماتيك، تمام؟ طيب ازاي؟ أول طريقة قاعدة متسوقين. النهاردة أنا دخلت دوبلي، سواء دخلت تيم ممبر أو بي بي إيه، ده قرار كل واحد فيكم، تمام. بيطلع لي الرابط الشخصي اللي هو إيه؟ دوبلي دوت كوم باك سلاش الأي دي بتاعي، لأن أنا طلع لي أي دي في دوبلي. بعمل بيه إيه الرابط الشخصي ده؟ أنشر ولك الأجر. أنشر بقى في كل وسائل التواصل الاجتماعي بتاعك، فيسبوك، تويتر، انستجرام، كل ما تتخيله، إيميلات، إس إم إس، وحط بقى بوست جميل كده وهندور عليه ان شاء الله في الحساب بتاعك بتاع دوبلي. يا جماعه فرصه كبيره وفرصه عظيمه، فرصه خياليه، خشوا تسوقوا من اكبر بوابه التسوق الالكترونيه في العالم، وخدوا كاش باك بيوصل لنسبه 30%. بعد كده الكلمه السحريه، التسجيل مجانا، اضغط على اللينك. الناس لما تشوف حاجه ببلاش وتقول لهم تاخدوا فلوس هيروحوا ولا لا؟ لو فرضنا انك عندك في حسابك على الفيسبوك 500 شخص، لو فرضنا 20% منهم يعني 100 شخص، ال 100 دول دخلوا سجلوا متسوقين مجانيين، بدأوا يتسوقوا، بدأوا يرجع لهم كاش باك. الله الحق يا جماعه، بدأوا يشيروا اللينك بتاعك على الصفحات بتاعتهم، الحقوا ده في شركه بتدي فلوس ببلاش. لو ال 100 شخص دول كل واحد فيهم بعت ل 10، بقى عندنا 1000 متسوق. بعد 3 4 شهور 6 شهور 3000، سنه او سنتين، بقى عندي 10000 متسوق مسجلين تحت مني. هل ضروري اني اكون عارف ال 10000 شخص دول؟ لا طبعا، دي قوه وسائل التواصل الاجتماعي، ان انا اقدر الف العالم كله في ثانيه واحده. طب ال 10000 دول بيعملوا ايه؟ بيتسوقوا من اكبر شركات في العالم مسجله تحت شركه دوبلي، عايشين حياتهم بطريقه طبيعيه جدا، وبياخدوا كاش باك، وانت بيرجع لك من 20 ل 30% من الكاش الباك الاساسي بتاعهم. ازاي؟ فهمنا كده بمثال. ناخد مثال موقع اسمه برايس لاين، واحد من اكبر مواقع حجوزات الفنادق والطيران في العالم، والشركه الام بتاع بوكينج دوت كوم. برايس لاين لو انت متسوق مجاني على دوبلي هيديك 9.6% كاش باك، لو انت في اي بي هيديك 11.6%. لو فرضنا ان انا كل سنه
باخد بنتي، باخد مراتي، بنطلع مثلا نصيف في اي مكان، بنطلع السعودية نعمل عمرة، بحجز فنادق مثلا بقيمة 2000 دولار، بحجز اسبوع 10 ايام في الرحلة دي، وكل سنة بطلع الرحلة دي، وكل سنة بصرف نفس المبلغ وباخد احسن اسعار من النت. لكن السنة دي عشان انا عضو مجاني على دوبلي، دخلت حجزت من برايس لاين نفس المبدأ، المبلغ اللي انا متعود ونفس الليالي اللي انا متعود احجزها، بس المرة دي رجع لي 192 دولار كاش باك 9.6%. فجريت على مصطفى، اخويا مصطفى كتر خيرك، اديتني اللينك بتاعك، خلتني اسجل مجانا، ده ما دفعتش ولا مليم ورجع لي فلوس. فمصطفى يقول لي ايه، لا خلي بالك، ما انا انصح منك، انا وانا قاعد في البيت رجع لي 20% من الكاش باك بتاعك، يعني رجع لي 38 دولار وانا قاعد في بيتنا، بس عشان انا وريتك انت ازاي تتسوق بطريقة صحيحة وتوفر فلوس. لو فرضنا انك في خلال سنة او سنتين من شغلك في دبلي بقى تحت منك 3000 متسوق، وهنفترض يا سيدي ان ال 3000 متسوق دول كلهم بخلة جدا بيعملوا مشتريات في السنة من على النت بقيمة 2000 دولار. 2000 دولار دول يا جماعة يعني 8 تذكرتين طيران، يعني 8 3 موبايلات. احنا بقى هنفترض ان الناس كلها مقرطة قوي، وكل واحد هيعمل مشتريات في السنة 2000 دولار، في ناس بتعملها في الشهر، وكل واحد هيرجع له كاش باك 192 دولار، انت هيرجع لك 20% منهم مينيمم، يعني 38 في 3000 رجع لك 114 ألف دولار من ناس انت ما تعرفهم، من ناس عايشين حياتهم الطبيعية جدا، بيتسوقوا اللي هم عايزينه والمكان اللي عايزينه، بيرجع لهم كاش باك، وانت بيرجع لك 9500 دولار في الشهر. الرقم ده ممكن يكون 30 ألف، ممكن يبقى 300 ألف، ممكن بقوا 1000، لو الرقم ده 1000 يعني 3000 دولار في الشهر. ده وضع تاني، كل ما زودت وكل ما اجتهدت كل ما هتلاقي بإذن الله. جميل؟ جميل جدا. نتكلم في النقطة التانية، كل ده المتسوقين، بناء الفريق. ببني فريق، ببني فريق من إيه؟ ببني فريق من المتسوقين. إحنا دلوقتي أنا دخلت أهو عضو ونشرت اللينك بتاعي، جالي متسوقين تحت مني باخد من 20 ل 30% من الكاش باك بتاعهم. جميل؟ جميل. هل أنا أعرف جميع المتسوقين في جميع أنحاء العالم؟ لا طبعا، تعرف نعرف شوية، بس أنا عندي صحابي ومعارفي وناس كتيرة يقدروا يجيبوا لي متسوقين، فالحمد لله زي ما ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا دراعين، واحد يمين واحد شمال، فأنت محتاج شريكين معاك، واحد في الناحية اليمين واحد في الناحية الشمال، عشان يبدأوا ينشروا اللينك بتاعهم ويجيبوا متسوقين. ببني فريق المتسوقين بتوعي، والناس دول زي ما احنا شغالين مع بعض بنساعدهم ان هم يكبروا الفرق بتاعتهم، كل واحد يجيب معاه شريكين تحت منه، وكل واحد يجيب المتسوقين المباشرين تحت منه، لان المنظر اللي قدامكم ده هو الغرض الاساسي بتاعنا في دبي، المتسوقين. طب يعني انا باخد من 20 ل 30% من المتسوقين المباشرين بتوعي، طب الناس الغير مباشرين، الجيش اللي تحت مني ده، باخد منه حاجة؟ ايوه، باخد من 5 ل 27.5% من الكاش باك بتاعه، على حسب الرتبة، وهنشوف الرتب بعد كده. طب فرضا انا ما بعرفش اجيب متسوقين، اعمل ايه؟ دوبلي بتجيب لي متسوقين. دوبلي عاملة حملات دعاية في امريكا وانجلترا والمانيا والدنمارك وكندا، عاملة حملة دعاية بتقعد لمدة 3 شهور على الفيسبوك، بتستهدف الناس اللي بيهتموا بالألعاب، الموضة والجمال، السياحة والسفر، الأكل، بتبعت لهم لاندنج بيج وصفحات جذب زباين وفيديوهات عشان تقول لهم يلا خشوا متسوقين تحت شركة دوبلي. طب أنا هستفاد إيه من هستفاد إن الحملات دي بتبقى مدتها 3 شهور، فدوبلي بتعمل باقات تسوق بقيمة 600 دولار للأعضاء اللي عايزين. طب أنا اشتريت، طب أنا هستفيد إيه؟ هستفيد إن أنا في نهاية فترة حملة الدعاية، تمام، اللي هي بعد 3 شهور، دوبلي بتشوف كم متسوق سجل تحت دوبلي في جميع أنحاء العالم، في البلاد دول، الخمس بلاد دول،
ممكن 2 مليون 3 مليون. وكم عضو اشترى باقات تسوق؟ 20,000 30,000. فبنقسم ال 3 مليون على 30,000 يطلع لكل واحد مثلا 100 متسوق تحت منه. ليه؟ لان انا ما اعرفش حد في امريكا ولا في انجلترا ولا في المانيا يجيب لي متسوقين. فقلت لدوبلي انت كده كده بتعملي حملة دعاية هناك، خدي هاتي لي متسوقين. اديت لدوبلي قيمة حملة تسوق واحدة، جابت لي متسوقين. دول متسوقين مدى الحياة تحت مني يتسوقوا ويرجع لي من 20 ل 30% من الكاش باك بتاعهم. يعني حتى لو انا ما بعرفش اجيب متسوقين، دوبلي بتجيب لي متسوقين وتحطهم معايا. جميل جميل. طيب ده كده جزء الشوبينج خلصنا منه، قاعدة متسوقين. نتكلم بقى على النتورك لما بجيب الشركاء معايا. دلوقتي عندي انا 2 من اصحابي، احمد ومحمود، شرحت لهم. فاحمد قال لي انا هخش معاك تيم ممبر. تمام، جه احمد يخش معايا تيم ممبر. اول ما دخلت احمد تيم ممبر، دوبلي ادتني بونص فوري $45. لا محمود قال لي انا هخش معاك بي بي اي، انا اعرف ناس كتيره وناس جامده وهنعمل شغل كبير. دخلت محمود بي بي اي، دوبلي بتديني بونص فوري $225. عندنا كمان حاجه تانية، ارباح المبيعات او المباشره الاضافيه او العموله، او احنا زي ما بنقول عليها الدبل بونص. دوبلي بتقول لي يا محمد باذن الله تجيب 3 اشخاص تحت منك تيم ممبر، هتاخد على كل واحد $45، او 3 بي بي اي هتاخد على كل واحد $225، او ميكس ما بين الاثنين. بس في خلال 30 يوم من تاريخ تسجيل اول شخص، دوبلي بتديك دبل بونص. يعني بدل ما باخد $135 باخد فوقيهم $150، باخد لما باخد $675 باخد فوقيهم $750، بس اقصى حاجه في خلال 30 يوم. لكن ممكن يكونوا كل يوم، كل يوم هات 3، كل يوم خد دبل بونص. ممكن في اليوم الواحد اكتر من 3، في اليوم الواحد 10 تلاتات، جبت 10 مرات دبل بونص. مفيش ليميتس، الدنيا مفتوحه. ايه كمان حاجة اسمها عندنا أرباح خطة التوازن، أو زي ما احنا بنقولها في دوبلي البونص الأسبوعي. أنا قلت لكم أنا شغال في مصنع هنا في أبو ظبي، والمصانع والشركات في أي مكان في العالم عندهم نظام البونص السنوي، إن احنا لو حققنا أرباحنا في نهاية السنة، دوبلي بتدي الشركة تدينا إيه، أو المصنع يدينا شهر من الأساسي. ومعظم الشركات والمصانع بتعمل ايه دلوقتي؟ حتى لو محققين يقول لك مش محققين، خسرانين. لكن دوبلي بتديك بونص اسبوعي من اللي بتعمله انت والفريق بتاعك. ازاي؟ احنا فرضنا انت هو موجود، وقلنا على الاقل محتاج لك شريكين معاك يساعدوك، وانت ساعدتهم انه يبداوا يكونوا الفريق بتاعهم. في ناس بتخش معاك تيم ممبر، في ناس بتخش معاك بي بي ايه، على حسب كل واحد والرؤيه بتاعته دوبلي وهيستفيد ايه من دوبلي. دوبلي بتيجي كل يوم اثنين الصبح، لان هم بيشتغلوا يوم الاثنين، بنحسب كم نقطه في الناحيه اليمين وكم نقطه في الناحيه الشمال. يعني ايه كم نقطه؟ يعني انت او اي حد من الفريق بتاعك لما بيسجل تيم ممبر تحت منه بينزل لك 450 نقطه بتعادل $450. لما بينزل لك بي بي اي او بتسجل بي بي اي ينزل لك 2250 نقطه تعادل $2250. بنجمع كام نقطه في الناحيه اليمين وكام نقطه في الناحيه الشمال؟ لقينا هنا 18,000 على اليمين و21,000 على الشمال. فدوبلي تيجي بتقول مبروك يا محمد، الاسبوع ده خدت 10% من الناحيه القليله، يعني خدت $1800، والباقي بيترحل للاسبوع اللي بعده. الباقي اللي هو ايه؟ ده نظام ثنائي او باينري، بشيل 18,000 من هنا مع 18,000 من هنا، هنا يتفضل زيرو، هنا يتفضل $3600 او نقطه، ارحلهم الاسبوع اللي بعده ابدا اكمل عليهم. الخطه دي الوحيده يا جماعه اللي عندها حد اقصى $25,000 في الاسبوع، يعني $100,000 في الشهر. مبلغ مش قليل ان احنا نقدر نشتغل. بس كده؟ ازاي بس كده؟ حوافز التسجيلات المباشرة، انت اهو وتحت منك فرضا 6 اشخاص مباشرين تحت منك، انت تعبت معاهم وبدأت تاخد دبل بونص اسبوعي، وهم انت ساعدتهم انه يبدأوا يكونوا الفرق بتاعهم
وبدأوا ياخدوا بونص اسبوعي، فانت بما انت انك الليدر بتاعهم بيطلع لك 20% من البونص الاسبوعي بتاعهم من غير ما ينقص البونص حاجة. يعني الشخص اللي هنا ده، احمد اللي هنا ده، جالك منه جاله $1000 الاسبوع ده، انت هيجي لك منه $200 من غير ما ينقص فلوس احمد حاجة. طب دول الناس المباشرين، ايه بالكم بقى بالناس الغير مباشرين؟ الفريق الكبير ده تحت منك ده بياخد منه حاجة؟ ايوه، باخد من 5 لـ10% من البونص بتاعهم على حسب الرتبة بتاعتي. يعني اي شخص في الفريق بتاعي باخد منه على حسب الرتبة. طبعا انا عارف يا جماعة ان هي خطط دخل كتير، وكل الحاجات دي كلها بنشرحها بالتفصيل في التدريب، ما تقلقوش. بس ايه نظام الرتب؟ الرتب اللي انا عمال اتكلم عليها دي، بنقول احنا عندنا results talk، او نتائج هي اللي بتتكلم، مجهودك هو اللي بيتكلم مش واسطتك اللي بتتكلم. النهاردة انت دخلت معانا تيم ممبر، جبت 3 تيم ممبر معاك، اترقيت بقيت تيم ليدر، دخلت بي بي اي بتخش تيم ليدر على طول. ساعدت الثلاثة اللي تحت منك التيم ممبر ان هم يترقوا يبقوا 3 تيم ليدر، بتترقى تبقى تيم كوردينيتور، 3 تيم كوردينيتور تحت منك بتبقى سيلز دايركتور، 5 سيلز دايركتور تحت منك بتبقى فايس بريزيدنت، 5 فايس بريزيدنت تحت منك بتبقى سينيور فايس بريزيدنت، ودي اعلى رتبه عندنا في الشركه. كل ما عليت في الرتب كل ما زادت نسب البونص والعمولات والحوافز اللي بترجع لك. ودوبلي عامله حاجه مخصوص اسمها البريزيدنشال كلاب، البريزيدنس كلاب او النادي الرئاسي، الاعضاء اللي بيوصلوا فايس بريزيدنت وسينيور فايس بريزيدنت دوبلي كمان بالاضافه لدخلهم، ويكون دخلهم عدى ال $100,000 في السنه، دوبلي بتديهم 20% من دخلهم بونص اسهم في دوبلي. شفتوا شركه بتخليك شير هولدر، حامل اسهم، بونص هديه من اللي انت بتعمله؟ مفيش. السؤال بقى المهم اللي الناس كلها عماله تساله ومش مركزين في البرزنتيشن، هنرجع فلوسنا ازاي؟ اول سؤال، وريني ارجع فلوسي ازاي، هرجع فلوسي في قد ايه، هعمل ايه وارجع فلوسي. الناس كلها بتتكلم على راس المال، انا هحط راس مال هرجعه ازاي؟ ايه هو راس المال هنا؟ هل راس المال هنا هو $600 اللي انت دفعتها، او ال $2500؟ لا، مش ده راس المال. راس المال اللي احنا بنعمله دلوقتي، الوقت اللي احنا بنستثمره، المجهود اللي احنا بنعمله، المعارف والكونتاكت بتوعنا اللي احنا بنستثمره، هو ده راس المال الحقيقي بتاعنا. احنا ابطال العالم ما شاء الله علينا في ضياع الوقت، وكل ما تكلم واحد يقول لك مش فاضي مش فاضي، وتلاقيه قاعد على القهوه بيشيش ولا بيعمل اي كلام فارغ. مش فاضي مش فاضي، بتعمل ايه؟ مش فاضي، بلعب، بتفرج على الماتشات. لكن نعمل وقت حاجة مفيدة نتعلم منها ونستفيد؟ لا، مفيش. فدرس المال بتاعنا وقتنا، مجهودنا، استثمارنا في المعارف بتوعنا. لكن برضو هم في ناس مقفلة مخهم، يقول لك هو $600 وريني. طيب يا سيدي، انت عندك 6 عضويات في اي بي، بيعهم لـ5 لـ6 من اصحابك، خدت فلوسك. خلي واحدة ليك وبيع الخمسة دول، خدت فلوسك. والناس دي مسجلة متسوقين تحت منك، فانت كده كده هيرجع لك من 20 لـ30% من الكاش باك بتاعك. الطريقة التانية، سجل 6 اشخاص مباشرين تحت منك في خلال شهرين، 3 في خلال اول شهر خدت دبل بونص، 3 في خلال تاني شهر خدت دبل بونص، خدت $120 من النظام الثنائي، خدت $690. او زي ما احنا كلنا بنعمل، بنبيع العضويات وبنسجل اشخاص. طب ايه اسوأ الاحتمالات؟ اسوأ الاحتمالات اني ما عرفتش ابيع عضويات، هنا بقى زيرو، وما عرفتش اسجل اشخاص تحت مني، هنا زيرو. يبقى انا كده لبست الفلوس. لا، طب هعمل ايه؟ اديهم هدايا. اختار ناس بتتسوق من على النت، مديرك، الناس اللي انت تعرفها كويس، وروح ادي له هديه، قول له ده انا جايب لك هديه جباره، عضوية سنوية بقيمة $100 في السنة، هدية من أخوك محمد، خش تسوق وخد كاش باك. وطبعا بمبدأ أبو بلاش كتر منه، يبقى الناس فرحانة ومبسوطة إنها مش هتدفع ولا مليم. الناس دخلت بقت بتسوق، ده مثلا رجع له $1000 في السنة كاش باك، أنت رجع لك 200، 20%.
يعني اديت له هدية ب 100 رجع لك 200، ودول متسوقين في مدى الحياة تحت منك. حلو الكلام؟ عرفنا بقى في أسوأ الاحتمالات بنقدر نعمل ايه؟ طيب انا كده خلصت البرزنتيشن، بس عندي مثال بسيط توضيحي يوريك في أسوأ الاحتمالات في شغلك في دبي انت ممكن تعمل ايه. النهارده هسألكوا سؤال للأعضاء اللي داخلين معانا جديد النهارده بيحضروا معانا أول مرة، ويا ريت لو في حد من الناس الجداد اللي بيحضروا معانا أول مرة يجاوب معايا. تمام؟ أنتوا شايفين الموضوع حلو إزاي وجميل إزاي؟ ياخد منكم وقت قد إيه يا جماعة إن إحنا إن أنتوا تعزموا 2 من أصحابكم أصدقائكم إخواتكم المقربين يخشوا يحضروا معانا ويبينار او يقعدوا مع الليدر بتاعكم عشان يفهموا الموضوع ويسجلوا تحت منكم، ياخد وقت منكم قد ايه؟ لو في حد يجاوبني. من الناس اللي داخله معانا جديد النهارده في أي إجابة؟ يعني ممكن نقول ماشي أسبوع. أوكي أسبوع. طب ما تخلينا نكون متشائمين شوية، إيه رأيك إنك هنجيب 2 في أسبوعين؟ لا 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 3 أسابيع، ولا أقول لكم إحنا هنمشي بخطة السلحفة. ايه خطة السلحفة؟ ان انا هجيب 2 في خلال شهر، شهر كامل، يعني جبت 1 في خلال 15 يوم. السلحفة بتجيب اسرع من كده. انا جبت 1 يمين و1 شمال وهوب ستوب رجعت اكسل تاني، اضيع وقتي تاني، ابلطك تاني، انام في السرير ما بعملش اي حاجة في حياتي. بس الاتنين اللي انا جبتهم دول علمتهم حاجة، قلت لهم كل واحد فيكم يجيب 2 تحت منه في خلال شهر عشان تيجوا تناموا جنبي. هنعمل تنابلة، هنبقى تنابلة السلطان، كل واحد يجيب 2 تحت منه ويجي جنبي تنبل، كل واحد يجيب 2 ويجي تنبل. تمام؟ فعلى مدار 12 شهر لو شفنا الناحية اليمين 1 جاب 2، 2 جاب 4، 8، 16، 32 بالأرقام، لو على آخر السنة بعد 12 شهر شفنا كام شخص في الناحية اليمين وكام شخص في الناحية الشمال، لو جمعنا الناحية اليمين هنلاقي 4095 شخص يمين و 4095 شخص شمال، يعني 8190. البونص الأسبوعي على مدار السنة بتاعتهم 4095 في 450 نقطة، كلهم دخلوا تيم ممبر، في 10% الناحية القليلة والناحيتين متساويتين يبقى رجع لي 184,000 دولار في السنة من خطة السلحفة اني بجيب 2 وانام، كل واحد يجيب 2 وانام. ايه رأيكم في القصة دي؟ حلو المبلغ؟ هو حلو بس مقلق. مفيش فلوس كتير كده بتيجي، انت بتضحك علينا. لا 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 في تركة، في لعبة. في تركة، في لعبة. ده مش حقيقي، الكلام ده كله هجس. مع ان في ناس في اول سنة ليها في دبلي حققت 3 4 اضعاف الرقم ده. لكن ليه بقول لكم ده هجس ما بيحصلش؟ لان المنظر اللي قدامكم ده، الصورة المثالية دي، ان كل واحد يجيب 2، كل واحد يجيب 2، كل واحد يجيب 2، ما بتحصلش في الحقيقة. 100% not exist، الكمال لله وحده. الصورة المثالية دي عمرها ما تحصل لسبب بسيط، ان احنا بنتعامل مع بني ادمين، بنتعامل مع بشر. في ناس واخده الموضوع جدي وهتخش تشتغل كويس، مش بدل ما يجيب 2 ده هيجيب 200، وفي ناس قاعده يا رب ابعت لي الناس لغايه باب السرير ولا لغايه باب الاوضه. في ناس فاكره انها لوتريه، يا نصيب النهارده دخل بكره السما تتفتح وتنزل فلوس. لا، اذا كنت انت فاكر الموضوع ده يبقى ما تدخلش. ده شغل عايز مجهود، زي اي شغل في العالم عايز مجهود، مفيش حاجة تيجي بالساهل. بس الفرق بينه وبين اي شغل في العالم ان احنا عندنا
الأرباح أكتر ما شاء الله. طيب خلينا بقى نحسبها حسبة ناس رجال أعمال بتفكر صح أو وسيدات أعمال. نسبة النجاح المنطقية للموضوع ده كام في المية؟ تمام؟ لو أنا داخل بيزنس النهاردة أقول أنا هنجح بنسبة كام؟ نسبة نجاح أي بيزنس أي شغل بنتكلم من 20 ل 30%. فإيه رأيكم؟ تقبلوا نسبة نجاح للخطة دي بنسبة 20%؟ رغم إن أنا شايفها خطة نسبة واطية جدا، 20% أوكي بالنسبة لكم؟ طب إيه رأيكم لو كنا متشائمين؟ 10%؟ ولا أقول لكم 5%؟ ولا إحنا في رمضان؟ 1%. نخطط نجاح أو نسبة نجاح بنسبة 1%. يعني أنا لو رحت النهاردة قلت لكم يلا نفتح بيزنس ونكسب 1%، هتقولوا لي اللهم إحنا صايمين، امشي اطلع بره. مش هيجي من همه إن أنا أفتح بيزنس عشان أكسب 1%. طب أنا لما بالنهاردة بفتح أي مشروع، هل بيجي بعد شهر ولا اتنين ألم الأرباح والإيراد والفلوس؟ لا طبعا، أي مشروع محتاج له وقت، محتاج له سنتين تلاتة إنه يقف على رجله. فإحنا النهاردة هشرح لكم نسبة نجاح منطقية. نعمل دراسة جدوى لمدة 3 سنين، إحنا قلنا نسبة نجاح 1%، لا النهاردة 50% ديسكاونت تخفيض، نسبة نجاح 0.5%. أو زي ما في ناس كتيرة بتحب تسمعها نسبة فشل 99.5%. يعني ما بنعملش حاجة. وخلينا نشوف بعد 3 سنين بنسبة فشل 99.5% هنعمل إيه. أول سنة نضرب نسبة النجاح دي 0.5% في 4095، يطلع لي 21 شخص يمين و21 شخص شمال. دول مش كلهم تحت مني، دول تحت مني أنا والفريق بتاعي. تمام؟ البونص الاسبوعي يعني بدل ما كان يطلع لي عندي فريق 8190 طلع لي فريق من 42 في اول سنه. البونص الاسبوعي كام؟ 21 في 450 في 10% 945 دولار. حلو كده، امان كده، احنا اطمننا. الفلوس الكتير بتقلق في الاول برضو. ماشي صح. انا دفعت 600 دولار رجع لي 1000 دولار، حلو انا كده مطمن، جميل جدا. تاني سنة كل واحد من الواحد وعشرين هينزل تحت منه 21، بس مش 21 يمين 21 شمال، 21 توتال. يعني النسبة نزلت من 0.5% لربع في المية. 21 في 21 441 يمين و441 شمال. البونص الأسبوعي بتاعهم 441 في 450 في 10% بقى حوالي 20,000 دولار. آخر سنة في الثلاث سنين كل واحد من 441 دول نازل تحت منه 21، يبقى 9261 يمين 9261 شمال، البونص بتاعهم 416,000 دولار. لو جمعنا الثلاث سنين دول طلعوا لي حوالي 437,000 دولار، يعني اكتر من 1,600,000 درهم بعد الثلاث سنين من خطة السلحفة. نجيب اتنين ونام اتنين ونام، من نسبة نجاح 0.5% أول سنة وربع في المية تاني وتالت سنة. حد فيكم يعرف أي مشروع باستثناء دوبلي يجيب لك أرباح 1,600,000 درهم بعد 3 سنين وإحنا كلنا نروح معاه؟ مش هتلاقوا، لأن دوبلي يا جماعة جمعت ما بين التجارة الإلكترونية والدايركت سيلينج أو البيع المباشر والنتورك ماركتينج. دوبلي زي ما بنقول فكرة خارج حدود الصندوق زي كل الأفكار العبقرية. والحمد لله إن احنا في البدايات لسه في دوبلي. دوبلي دخلت الشرق الأوسط، كان الإعلان الرسمي عن دوبلي هنا في فندق أطلانتس في دبي في شهر مارس 2015. يعني احنا بقالنا اكتر من سنتين بحاجة بسيطة، وما شاء الله دوبلي عمالة تكبر وتكبر وتتوسع اكبر واكبر. فدي الفرصة الحقيقية بتاعتنا اللي احنا جينا نتكلم عنها النهاردة، ان دلوقتي زي ما بنقول الكورة في ملعبك.
فكر، ودايما دايما دايما خطط لحياتك، خد خطوة للمستقبل، ما تعيش حياتك كلها رد فعل. ما يبقاش انت مستني الناس تقول لك تعمل ايه، ما يبقاش انت مستني الدنيا تديك على دماغك عشان تقوم. انا معيش فلوس بعمل ايه؟ ايه مستني؟ عندك فرصة جات قدامك. المثل بيقول خد الفرصة واندم، لكن ما تسيبش الفرصة وتندم. يعني ايه؟ يعني انا جات لي فرصة قدام عينيا عايز اخدها، تمام؟ في احتمالين، ان انا لو خدت الفرصة لو اشتغلت عليها حلو تمام ممكن انجحها، لو ما اشتغلتش عليها هندم. ايه مقدار الندم بتاعي؟ 2500 درهم، 600 دولار. ممكن اسألكم سؤال، ايه المشروع اللي تعرفوه في الدنيا ان تقدروا تفتحوه ب 600 دولار او حتى 2500 دولار؟ ده هنا لو انا عايز افتح محل بآلة صغير محتاج 60,000 دولار. البيزنس اللي انتوا تعرفوه تقدروا تفتحوه ب 600 دولار؟ ولا حاجة. كام 600 دولار احنا ضيعناها؟ فلو خدت الفرصة حتى وما اشتغلتش عليها وندمت، هتندم قد ايه؟ يوم، يومين، اسبوع بالكتير. لكن لو ما خدتش الفرصة اللي قدام عينيك هتندم طول حياتك انك ما خدتهاش. لان دبل يا جماعه عندها سفينه فضاء مش مركب، وبتطلع بسرعه الصاروخ. فالنهارده دي فرصتنا الحقيقيه، ما تعيشوش الحياه كلها مفروضه عليكم. واسالوا نفسكم سؤال واحد، اذا ما كانش دبلي هيكون ايه؟ في فرص كتيره في الدنيا، وكل واحد زي ما قلنا لازم يبقى عنده خطة احتياطية، باك اب بلان، حاجة تسنده إذا الخطة الأساسية اللي هي شغلنا وقع، ومعرضين كلنا في أي وقت. فلازم يبقى عندك سبورت، دعم، خطة بي أو بلان بي زي ما الأجانب بيقولوا. فدي الخطة بتاعتنا. فإذا ما كانش دبلي هيكون إيه؟ وإذا ما كانش دلوقتي هيكون إمتى؟ أنا بشكر حضوركم معايا، متشكر جدا لوجودكم معايا، ودلوقتي هفتح باب الأسئلة، ومتشكر جدا لحسن استماعكم، وأتمنى ما كنتش طولت عليكم، وكان معاكم أخوكم محمد كمال من دولة الإمارات العربية المتحدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.